اليوم بصرنا بعشرة شباط 2020 نستضيف الدكتور فادي أمير مدير عام الموارد المائية بوزارة الطاقة. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يا أهلا وسهلا. كل عيد مارمارون وأنت بخير. وأنتو بخير ولبنان بألف خير بالداخل وبالانتشار كمان. أكيد دكتور، بنعرف أنه حضرتك من أبرز المساهمين بإعادة دير مارمارون بمنطقة الهرمل، الدير يلي ليل من اللبنانية اللي بزوروه يمكن لبعد المسافة أول شيء، أو أنه ما بيجهلوا أنه هناك مر تلامذة مارمارون لانتقلوا بعدين لمنطقة العقورة، وحضرتك ابن المنطقة كمان. أكيد أكيد. وخلينا نقول أنه أكثر من عبر عن هذا الموضوع وحكي عن حضرتك هو المطران موجد الهاشم بإحدى حلقات سلم على سمع تاريخ المواريني، يلي منحييه. أكيد. نتمنى له الشفاء العاجل والصحة كمان يا رب. الصحة الكاملة. أكيد. شو اللي صار بالعام 2011؟ للحقيقة قبل ما بلش بال 2011، لأن كانت المحطة الثانية 2011، المحطة الأولى سنة 2000 كنت عم ببرم، وكنت كمان حضرتك تواكبنا ببرماتنا لحتى نحدد مواقع السدود في لبنان، ورحنا إلى منطقة العاصي لأن نهر العاصي نهر دولي ينبع في لبنان يمر في سوريا 400 كيلومتر وبصب بتركيا. حبينا أن نستعيد حقوقنا على نهر العاصي بعد ما عملنا اتفاق نحن وسوريا ضمن التقاسم العادل بين البلدين، ورحت على المنطقة هونيك لشوف العاصي، شوف وين بدي أعمل السد، وإذ بتطلع بشوف دير محفور بالصخر مكتوب أنه هون سكنوا تلامذة مارمارون، وعلى الإفادة العقارية محطوط منذ 1600 سنة سكنوا تلامذة مارمارون. هذا هو الدار اللي عم نشوفه. هذا هو الدار اللي عم نشوفه. نعم. الحقيقة بس شفت هالدار حزنت، ومن ناحية تانية كمان فرحت. حزنت لأن حالته كانت حالة لا يرثى لها، مبدئيا متروك منسى محول إلى يعني مكان غير صالح للاستعمال، وضمن عملية بناء السد لأن الدير هو موجود دغري فوق نهر العاصي. مزبوط. فت على الدير أنا وزملائي بالوزارة، هي بيقولوا لها مغارة الراهب كمان. هي مغارة الراهب. بلشنا نتسلى الطوابق على السلالة على الأدراج والسلالة. بقى شفت انه هونيك في بير حوالي 60 متر عمق بيعطي دغري على نهر العاصي، وتلاميذ مارمارون كانوا يسحبوا المياه من هذا البير. قلت انا بما انه هالمي هيدي بدها تروح على سوريا وعم يستعملوها لمياه الشرب، خفت بحاله الدير اللي هي اولا من الناحيه البيئيه ومن الناحيه الحفاظ على الانسان في سوريا، لان نحن الموارنة اصحاب رساله، دائما نحن اصحاب رساله، ما بدي يجي حدا يوما ما ويكب مواد ملوثه وتروح المواد الملوثه الى سوريا الى حماله ان بيشربوا من هالماء. حبيت استملك هالدير ضمن الاستملاك الكامل لموقع السد اللي حددناه، سد تحويلي وسد تخزيني بيبعد عن السد التحويلي حوالي الكيلومتر. استملكنا الدير وبدأت رحلة الألف ميل بالنسبة لهالدير هيدا. حلو كتير. بدأت تحول لموقع سياحي؟ تحول أول شيء لموقع أعطيناه هبة للبطريركية المارونية، وهون بحب حيي أول مطرانين عملوا على هالموضوع، المطران منجد الهاشم مطران الله يطول بعمره، والمطران سيمو عطلة كمان كان وقتها مطران المنطقة. اشتغلنا مع أصحاب السيادة لحتى عملية استرجاع الدير للبطريركية المارونية تم وفقا للأوانين، وبعدين خصصنا هذا الدير للبطريركية بعملية تقاسم عقارات بين الدولة اللبنانية وبين أبرشية بعلبك دير الأحمر المروني يلي هي هلأ تبع لها الأرض. تماما. سنة 2011 بس قبل لما حضرتك زرت هذا المكان بالعام 2000 ما كنت بتعرف أنه للموارنة مغارة هونيك؟ لا كنت بعرف، بس ما كنت بتعرف أنه هيك الشكل. تماماً. وهيك كنت بعرف لأن قريين أصولنا، وبتعرف عنا بالعائلة الله يرحمه
الأب يوحنا أمير اللي كتب تاريخ كمان الموارني والفلسفة، وعندنا مطران المطران منجد الهاشم سامع فيه، بس جمال هذا الدير ما كنت عارفه. وموقعه ما كنت عارفه أول مرة بشوفه، موقعه فوق نهر العاصي بجبل منحوت بالصخر، وفي حوالي 300 صومعة للرهبان والكنائس وإلى آخره كانوا سكنين هونيك أصحاب هذه الرسالة، لانطلقوا من ضفاف العاصي وبلشوا يبشروا بعام 410 ما بعد المسيح قافلة راحت صوب أنطاكيا، قافلة تانية صوب القدس، وقافلة صوب جبل لبنان شري والعقورة. طيب هون خلينا نقول بس للمواطنين ما بيعرفوا أنه نهر العاصي ينبع من تحت شجرة. نهر العاصي نبع الزرقاء ينبع من تحت شجرة. صحيح. نبع بياخد العقل التدفق تبعه متواصل كل السنة. أكيد ريتا بدها تفوت بالسياسة هلا تقول لك ليه ما فينا نستفيد من الميات؟ لا الميات بدنا نعمل سد. نحن بلشنا ببناء السد التحويلي، وإجت إسرائيل ضربتنا سنة 2006، وهيدي كانت رسالة مهمة مش لقلنا يعني رسالة مهمة إنه انتبهوا ما تبنوا سد على العاصي، لأن حاطت بفكرك تبني سد على الوزانة، على الوزانة، على الحصبان الوزانة، إذا بتبني هونيك كمان مصيرك رح يكون نفس الشيء. بقى نحن هذا المصير لا نقبل به، رح قلك لي. لأن الموارنة أصحاب رسالة، واللبنانيين والموارنة أصحاب لاءات وليس ولاءات. أصحاب لاءات عندما قلنا لا للبيزنطيين ومشينا مع مجمع خلقيدونيا بقى قامت القيامة على الموارنة. عندما عين البطرق مار يوحنا مارون سنة 600 كمان وقال لا لبيزنطيا، كمان رحنا حوالي 350 راهب. مزبوط. لبنان قال دائما لا للاحتلالات، قال دائما لا للتفرقة. نحن رح نكمل ببناء عملية السدود، وقلنا نعم لسد ابل السقي، لأن هذا السد بيروي الجنوب كله. وأنا بحب بهالمناسبة كمان هني المطران حنا رحمة، لأن المطران حنا رحمة عم بيقوم بعملية الترميم، ووضع هذا الدير بهمة وتحت رعاية مبدئيا الرهبنة الماروني اللي كانت هي أساسا تملك هذا الدير بالسابق. والمطران حنا رحمة هلأ أشاد كنيسة هونيك، وفي عنا رهبان قاعدين، وهلأ عم نشوف الدير، وهلأ كمان بلشنا بعملية الزراعة حوالي الدير لحتى لنجسد التلاقي المسيحي الإسلامي في هذه المنطقة. وبحب لكم أنه قال دندش الكرام هم حماة دير مارمارون في منطقة. تحية لألون. تحية لألون. هون عم نشوف كمان الدير من الداخل. تماما. وطبعا عملية الشبابيك اللي كانت مجهزة للحرب. هيدي كماريات بسموها. كماريات. وعم نشوف النهر كمان يلي يمر بجانب الدير مثل ما حضرتك قلت. ودرسناهم بالجغرافيا وكل العالم تتذكر انه ينبع في العاصي في لبنان. في لبنان. يمر في سوريا ويصب في واسمه العاصي تركيا. ليش اسمه لأنه عاصي؟ ماشي بعكس العكس التيار. تيار المي. بنرجع نحن وياك للتاريخ، وصلنا للعام 2011. تمام. عام دعوة تماما للمشاركة. حب غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مع المطران سمعان عطا الله يعملوا لي مفاجأة، وجابوا لي وسام مشكورين من البابا بنديكتوس. هيدي الدعوة. ولا هيدي الدعوة، وكان في حفل كبير في أوتيل رويال، وعلق لي الوسام غبطة البطرك ومونسينيور كاتشيا والمطران. ورايع الحفل عاد لترميم لترميم دير مرمارون. أتمنى أستاذ عبدو إنه هذا الدير يصير له مثل بدك تقول منظومة رسمية، لأن هيدا الدير ملك ليس فقط للموارين، ملك لمسيحي الشرق وملك لللبنانيين. وهذه المنظومة الرسمية هي مفروض يعني ترعى عملية الترميم من وزارة السياحة إلى وزارة الأشغال العامة إلى كمان وزارتنا. بالنسبة لموضوع السد أنا عملت دجا الفانس دير مندارو بمساعدة آل دندش الكرام السيد علي دندش، وأتمنى أن هذه المنظومة الرسمية تنعمل بسرعة، لأن هذا الدير
هو دير يحتضن تاريخ مسيحيين المشرقيين. وهنا عم بكتب كتاب، أنا عادة بكتب كتب السيانس، هلأ في كتاب عم بكتبه عن الكريتيان دوريان، بقى رح أحكي بإسهاب عن هذا الدير. منو على لائحة الخرائط المواقع الدينية السياحية؟ لازم نعمل يعني شغلة كتير مهمة، إنه نخلي هالدير يترمم مثل ما رممنا بعلبك، رممنا بيبلوس وصور وصيدا. هيدا الدير هو أساس لبنان. لأن الطائفة المارونية هي طائفة بوطن، وهون بستذكر البطرق الحوية كيف كان هو أساس لبنان الكبير، ونحن هلأ عم نعيش المئوية الأولى لإنشاء لبنان الكبير. وبستذكر كمان الإمام موسى الصدر شو كان يقول عن الطلاق الإسلامي المسيحي. صحيح. وأيضا كافة العلماء مثل الشيخ حسن خالد كان يقول دايما الله يرحمه، خليكم متلاصقين متحدين بخدمة هذا الوطن. بس خلينا نشير هون إلى أنه الاحتفال اللي صار لك بالعام 2011 كان عشية عيد مرمرون بثماني شباط، قديه كان إلى تأثير عليك؟ يعني عن جد يعني هيدا الاحتفال أثر فيه ورح يضله مأثر فيه كل حياتي، بسبب هالهدية اللي اجتني من صاحب الغبطة بترك الراعي والمطران سمعان عطلة. وهيدي هالديكوراسيون يعني اسمها برو إكليسيا اي بونتيفيكي بور ليجليز اي لو باب، من احلى الديكوراسيون اللي حصلت عليها وتأثرت فيها وعائلتي تأثرت فيها، ورح تنطبع كل حياتي انه كنت من الناس اللي ساهموا باستعادة هذا الدير إلى البطريركية المارونية. قديش كل قديش عم تطلع تزور فوق؟ قديش تقريبا كل شهر بعمل زيارة للمنطقة. عندنا مشاريع كتيرة بالمنطقة، وهيدي منطقة عزيزة على قلبنا. كنت حابب أطلع بعيد مرمرون امبارح، إنما ساقة بنهار الأحد، ونهار الأحد بتركه للرعاية. بس أصلا ما فيك توصل، في جليد كان على ظهر البيدر مسكرة الطرقات. عم بقرأ شوي كنت عن الدير، بسموه قصر البنات لأنه الرومان هن كمان شاركوا من زمان. تماما، الرومان كانوا موجودين محل ما كان. ما فيكم تتصوروا قديش بنكتشف أثار رومانية في لبنان محل ما كان. بقى الرومان كان لهم يد منا كبيرة بالموضوع، يد صغيرة، لأن كانوا يسكنوا دايما وين في مي، وكانوا دايما يعملوا ديزاكدوك بالمي. وهالأكدوك في عنا القناة الرومانية على نهر العاصي اللي بتروح من اللبوة إلى تدمر، تصل لتدمر بسوريا. بقى الرومان سكنوا هونيك، إنما الذين سكنوا فعلا وحولوه إلى دير بالأربعمية وعشرة بعد ما توفى مرمرون واندفن ببراد، هن تلاميذ مرمرون اللي نزحوا وإجوا على ضفاف العاصي. ليش نزحوا؟ نزحوا من المشكلة اللي كانت وقتها بالمنطقة بين طيارين، طيار مسيحي بيقول إنه المسيح لديه طبيعة واحدة، والطيار الآخر بيقول المسيح لديه طبيعتين إلهية وجسدية. قبل ما نرجع لكتابك خلينا نروح نحن ويا 50 سنة لورا ونشوف عناوين النهار من 50 سنة. اليوم ما في جرايد بمناسبة عيد مرمرون، ما صدرت صحف ببيروت. خلينا نشوف هذه العناوين. إذن من 50 سنة مثل نهار 10 شباط 1970، بتتذكر منيح المرحلة؟ يعني خلقت 1960 أنا بقى 10 سنين. بس بتتذكر يعني بتتذكر شوي شو كانوا يحكوا بالبيت السياسي؟ بتذكر كنا عادين ببيوت الضباط ببير حسن، وكان رمز الطلاقي المؤسسة العسكرية، نعيش مع بعضنا ما نعرف طائفة بعضنا مين. خلينا نشوف إذن العناوين لهذه الصحيفة لليوم. انتهاء قمة المواجهة بتضييق الخلاف بين سوريا والعراق وتكليف الأردن تليين الموقف مع إيران، طيارون باكستانيون للميج في الأردن، وربما قوات تركية للجبهة الشرقية، حملة عنيفة على الولايات المتحدة. بهالعنوان أو بهالصحيفة اليوم، إلى دكان فيروز يجيء المضطهدون. هون مسرحية يعيش يعيش كانت رح تبدأ، وكان تنين رماد مساء بعشرة الشهر كمان. بقى كانت هذه المسرحية اللي أخذت ضجة كتير كبيرة، خاصة أنها عم تحكي عن حقبة كنا موجودين فيها. تذكرها لا يعيش يعيش؟ يعني أنا بقول أنه فعلا بتذكر هلأ، أنه وبقول منطقة الشرق الأوسط هي عم بتفتش على هوية، ولسوء الحظ هالهوية موجودة، هي الرسالة
والرسالة بين الأديان السماوية اللي هي مهد منطقة الشرق الأوسط. ليش يروحوا لبعيد؟ في عنا رسالة عربية أو لا، في عنا رسالة ما بعرف أي تحت عنوان بدنا نحطها أو لا. نحن عنا رسالة واحدة هي الطلاق والعيش معا. العيش معا اللي جسده لباب فرانسوا بلقاء شيخ الأزهر بدبي من حوالي سنة، و مضيوا على مساء مهم جدا للطلاق والعيش معهم. أتمنى أنه عنوان المرحلة الجديدة بالمنطقة ما يكون الحرب، ما يكون العنف، نرجع لأصولنا، لأصول الكتب المقدسة تبعنا، وهي الرسالة والمحبة ونبذ العنف. توني تنوري بوجه لنا تحية من منطقة دورس، حابب يحكي بس مش فاتحين الخطوط يا توني، إذا عندك شيء ودي لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. منتابع. حيث التقى معارضو الحكومة والموالون لها خطاب كرامي في طرابلس فضح عجزه وضعفه وكشف عن مدى هزال التضامن الوزاري. وأيضا في العناوين، سفر جنبلاط يقلق الشهابيين فيلحقون به من يرصد حركاته. رئيس المجلس ضد فتح دورة استثنائية لأن المعارضين ينوون الحرطقة على الحكومة. نكتري قصة السفر والأخذ والرد عليها من قبل، بس هلأ مثلا كان عندنا سفرة لرئيس مجلس النواب، ما هنا عم بيرجعوا بالأرشيف لورا بيرجعوا بيطلعون. لا والله كان عندنا سفرة هلأ لرئيس مجلس النواب، وشفنا صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هو والنواب اللي رافقوه إلى الأردن والوفد الإعلامي بطائرة خاصة. بين لا حدا سأل عن كلفة ولا حدا قال كيف راحوا ولا وين ناموا ولا الأوتيل اللي نزلوا فيه. تري تري هي بس على القطعة، مع أنه برجع بقول أنه أنا ضد أكيد هذه الأمور، لأنه آخر شيء بدنا نمثل دولتنا بالخارج، فمن الطبيعي يكون في وفد لتمثيلها بالخارج. نتائج المحادثات التمهيدية في السوق الأوروبية، مساعدات فنية محدودة، منح مدرسية وتنمية دودة الحرير، وتوقع إعفاءات جمركية عالية بين 50 و70%. وزارة الشؤون تصنف الأجانب العاملين في لبنان وتعتمد أهمية الشركات والرواتب أساسا للتصنيف. وأيضا سوريا تطالب بريطانيا بأيقونة القديس جورجيوس التي سرقتها عصابة من دير تلكلخ عام 1968. وقبل 30 سنة يعني سنة الأربعين ألصقت الدائرة الصحية العامة على جدران المدينة البلاغ الآتي: تدعوكم دائرة الصحة العامة حفاظا على صحتكم إلى عدم أكل اللحوم إلا مطبوخة على النار. وكان أشيع أن تريشينوز مقتصر على لحم الخنزير وحده، فهل تعده إلى لحوم الغنم والبقر والماعز؟ ربما. وعلى كل حال فليودع الهواة الكب الني. لا ما فينا، صعب كتير، مهضومين، هيدا بتوراسنا. هون دول المواجهة عم بتوزع، عم بتكب بيانات بلاغات. نعم، بنرجع لك دكتور. شكراً. وبنرجع بنحكي، من سنة كان في قصة الجرس اللي أعيد إلى الدير، شو قصته؟ مبدئيا هيدا الجرس كان موجود بالدير وأعيد، ويعني الحمد لله من التراث الذي يعاد من فترة إلى فترة إلى المنطقة. وهيدا الجرس هلأ رح يكون على قبة الكنيسة اللي بدأ بإنشاء المطران حنا رحمة هلأ. لكن كتابك جديد لكريتيان دوريان عنوانه نون جلوسوي. نون ولا ليش نون؟ لأن ما بتعرفوا النصارى بس صارت الهمجي بمنطقة العراق وسوريا، صار يحطوا على بيوت المسيحيين نون. بقى كنا أنا والأب جورج حبيقة الله يوجه له الخير دايما رئيس جامعة الكاثوليك عم نعمل سلسلة محاضرات في فرنسا، استوقفنا قدام الميري دو سازيام أرونديسمون بباريس، حطين النون سوتيان أو كريتيان دوريان. بقى جتني الفكرة للعنوان للكتاب نون جلسوي. أنا من منطقة من الشرق من لبنان، بقى أنا مسيحي مشرقي، ورح أعمل هالكتاب تيمونياج لحتى لي أحكي عن الحروب العبثية والإبادة اللي شهدها القرن العشرين بالإبادة الأرمنية، الإبادة اليهودية، والإبادة بأفريقيا للتوتسي بمنطقة رواندا، والإبادة الأولى بالقرن الواحد والعشرين اللي هي الإبادة المسيحية. وأكيد رح عرّج كمان على ما يقوم به الصهاينة بالفلسطينيين في فلسطين، وهذا فعلا مثل كمان كبير. العملية إجرام كبيرة. هذا الكتاب رح يحكي عن تاريخ هالإبادات هيدي، وبعدين رح نطرح فكرة كيفية إعادة المسيحيين
المشرقيين الى ديارهم. ان شاء الله. بقى هيدي سميناها لا شارت دو روتور دي كريتيان. بالفرنسي رح ينزل؟ بالفرنسي نعم. ما رح يترجم؟ اكيد بنترجمه ان شاء الله. نعم في كثير بدهم يقروا. اكيد. بس من الممكن اعاده المسيحيين الى ديارهم برايك؟ هي بدها خطه، بدها خطه، وهيدي الخطه مفروض تكون خطه براغماتيه وواقعيه، ومفروض ينعمل لها كمان تمويل، ومفروض ينعمل كمان ديناميكيه للطلاق بين الاديان، لحتى المسلمين يعرفوا من هم المسيحيين والمسيحيين يعرفوا من هم المسلمين، ليقدروا يرجعوا يعيشوا مع بعضهم بالشرق. هيدا الكتاب رح يتضمن هالخطة هيدي كلها. بس كيف. اللي راحوا أسسوا حياتهم، بطل عندهم بيوت، ظهروا من بيوتهم ما بقى عندهم شيء، بطل عندهم أراضي، كمان عم نحكي برعاية للأمم المتحدة. كمان بوليس دولي يجي يرعى عملية لسيكوريزاسيون، أمن المجموعات المسيحية اللي بدها ترجع إلى المنطقة. وأكيد بس يرجعوا إذا فينا نخلق فرص عمل لهم في العراق وفي سوريا، أكيد بيرجعوا من دون أي شك، لأن ما حدا بحب يعيش بعيد عن أرضه ويعيش غريب بمنطقة أخرى. وهون منشوف الفلسطينيين زملائنا اللي عم نشوفهم دايما بس يسافروا، قديش بيتعذبوا ليظهروا من فلسطين المحتلة مشان يحضروا مؤتمر، وقديش بيتعذبوا ليرجعوا من فلسطين المحتلة، بيقعدوا ساعات وساعات على الحواجز لحتى الإسرائيلي لحتى ليرجعوا لأرضه. نحن نتمنى لك كل التوفيق دكتور فادي أمير مدير عام الموارد. شكرا إن شاء الله يكون شكرا على صبحية حلوة إن شاء الله، إنه اللبنانية يتحدوا على حماية أرضه إن شاء الله. أكيد من خلالك رح نتأمل سنة بالمي، لأنه كمية الأمطار والثلوج منيحة وجليد. لا أنا رح أقول لك بصراحة، إذا ما بينعمل سدود ما رح نتأمل بالمي. أنا عم بحكيك بطريقة علمية وتقنية. شكرا لك دكتور فادي أمير على صبحية.